أهلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج معكم. اليوم راح يبدأ حظر التجول الجزئي في الكويت من الساعة 5 مساء إلى الساعة 4 فجرا، واستمرار تعطيل كافة جهات وزارات الدولة حتى 12 من أبريل. أخواني خواتي وأهلي، اليوم إحنا أمام وضع خطير يتطلب منكم تكونون قد المسؤولية وتلتزمون بقرار الحظر عشان نعدي هالمرحلة وبيتكم تخلونها انحسار ولا انتشار. اليوم سجلت في الكويت 12 حالة إصابة مؤكدة في 24 ساعة الماضية، وبذلك ارتفع العدد إلى 188 حالة وشفاء 3 حالات، ليصبح مجموع حالات الشفاء 30 حالة. مشاهدينا، طبعا في جنيف تواصل القنصلية الكويتية جهودها لتأمين الرعاية الكويتيين في ظل الظروف اللي تمر فيها سويسرا من تزايد لأعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وقد خصصت القنصلية موقع إلكتروني وأرقام للطوارئ حتى يتواصل الرعاية الكويتيين في سويسرا معاهم على مدار الساعة. من الطوارئ يعيشها الاتحاد السويسري. أعداد المصابين بفيروس كوفيد 19 المعروف بكورونا تتضاعف بشكل مقلق، والحجر المنزلي ومنع التجمع لأكثر من 5 أشخاص بات جزءا من الحياة اليومية للسويسريين والمقيمين. القنصلية العامة لدولة الكويت تابعت أوضاع الرعاية الكويتيين في سويسرا والجوار الفرنسي، وأنجزت الإحصاء الكامل لأعدادهم وطالبتهم بالالتزام بمنازلهم بانتظار اتخاذ هذا قرار بإجلائهم إلى الكويت فيما لو استدعت الحاجة. كنا على تواصل مع تقريبا معظم المواطنين الكويتيين المتواجدين في جنيف والمناطق المحيطة بها، كان هناك تعاون أيضا من قبلهم وتفهم حقيقة للإجراءات المتخذة من قبل السلطات السويسرية والإجراءات المتخذة من قبل دولة الكويت. الجميع حقيقة دخلوا على الموقع الإلكتروني للوفد للقنصلية العامة وقاموا بالتسجيل جوازاتهم وعناوينهم والأسماء المرافقين حتى يمكن التواصل مع الجهات المعنية في دولة الكويت. هناك تفهم حقيقة من قبل جميع المواطنين الكويتيين للإجراءات التي تقوم بها دولة الكويت. القنصلية العامة لدولة الكويت في جنيف خصصت عبر موقعها على الإنترنت أرقاما للطوارئ والاستفسار عن المعلومات الأساسية بإمكان الرعاية الكويتيين العودة إليها على مدار الساعة. حصلنا أعداد المواطنين الكويتيين في جنيف والمناطق المحيطة بها، والحمد لله، وإن شاء الله نتأمل خلال الأيام القليلة القادمة أن يتم عملية عودة المواطنين إلى بلدهم بعد ما
أن تقوم السلطات الصحية في دولة الكويت بتأمين الوضع الصحي بالكامل حفاظا على سلامتهم وحفاظا على سلامة الموجودين داخل الكويت. الجانب الآخر نطلب من الجميع حقيقة الالتزام بما تعلنها السلطات في كل دولة من ضمنها هنا في سويسرا، الالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل السلطات، اتخاذ الإجراءات الاحترازية. عملية إجلاء المواطنين الكويتيين من سويسرا تبقى مرهونة بإشارة وزارة الصحة التي تقود هذه الأزمة، واضعة المعايير والضوابط والقادرة على اتخاذ القرار بذلك عند توفر الجهوزية. عشان تطمن على المواطنين الكويتيين وعيالنا في سويسرا، معنا من جنيف المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والقنصل العام في الاتحاد السويسري السيد جمال الغنيم. مساء الخير سيد جمال. مساء النور أختي أنوار، ونمسي عليك ونمسي على كافة الأخوة المشاهدين مواطنين ومقيمين، ونسأل الله تعالى أن يعجل بالفرج على بلادنا والمسلمين. اللهم آمين. بعد الترحيب سعادة القنصل العام، نود أن تطلعنا على أحوال مواطنين الكويتيين في جنيف وطمنا عليهم. والله الأمور الحمد لله مطمئنة، كافة المواطنين الكويتيين على اتصال دائم وفي حال تواصل معنا، غالبيتهم يعني أمورهم جدا ممتازة نظرا لأن العدد كبير منهم يمتلك مساكنهم الخاصة، والجزء الآخر تم تأمين له في أحد الفنادق في جنيف. وأعتقد أن الأمور إن شاء الله هناك تفهم من الأخوة المواطنين في سويسرا للوضع الصحي في داخل الكويت، وهم قاعد يشاهدون الآن الوضع في سويسرا وكيف أن سويسرا بدأت أيضا تسلك المسلك الذي كانت تتخذه دولة الكويت في الإجراءات التي متبعة، فبالتالي أصبح هناك تفهم على أن الإجراءات التي تقوم بها دولة الكويت إجراءات سليمة، وهناك حقيقة تفهم وإدراك تام لطبيعة الظروف الصحية، ومتى ما تم سمحت الظروف الصحية يتم الانتقال المباشر إلى دولة الكويت. طيب سعادة القنصل العام، هل من تنسيق بين المندوبية الدائمة لدولة الكويت والمنظمات والوكالات الدولية الأخرى؟ نعم، نحن الآن كما تعرفين أن الذي يقود المسألة دوليا أصبحت منظمة الصحة الدولية، وبحكم كوني أنا المندوب الدائم لدولة الكويت لدى منظمة الصحة الدولية فنحن على اتصال دائم ووثيق. الحقيقة الكويت منطلق الشفافية وهذا أمر يسجل لها، كانت أول دولة تقدم دعوة مفتوحة لمنظمة الصحة الدولية لزيارة دولة الكويت، وكنا من الأوائل. وقام بالفعل فريق من منظمة الصحة الدولية بزيارة دولة الكويت وتفقد الإجراءات، وحقيقة أنا أشعر بالفخر عندما نجتمع مع المسؤولين في منظمة الصحة الدولية بأن ما تقوم به دولة الكويت من إجراءات وأمور استباقية أصبحت نموذج ومثال يحتذي به. الحقيقة النموذج والمثال الذي يحتذي به هذا أصبح ليس فقط على النطاق داخل دولة الكويت، ولكن دولة الكويت حقيقة ممثلة بحضرة صاحب السمو نهجت نهجا جديدا آخر مختلفا في ظل انقماس الدول بأوضاعها الداخلية بأنها قامت بتقديم دعم مالي فوري لمنظمة الصحة العالمية بمقدار 40 مليون دولار لدعم جهودها في مكافحة هذا الوباء، بالإضافة إلى دعم جهود منظمة الصحة الدولية في بعض دول الجوار، وأشير على وجه الخصوص جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، نعم، بالإضافة إلى الأخوان في الأخوان في فلسطين. نعم بالتأكيد. نعم، من جنيف المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية السيد جمال الغنيم، شكرا جزيلا لك. طبعا مشاهدينا، عملية تعقيم كبيرة نفذتها آليات ضخمة شملت شوارع وأماكن عامة في محافظة الفروانية. زميلنا فريد دشتي رافق هالعملية من خلال هذا التقرير، نشوفه وراجع لكم. يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام في فقرة أخرى ميدانية بادرة طيبة من محافظة الفروانية، فيها حوالي يمكن أكثر من 1500 آلية لتعقيم ورش
الأرضيات والمناطق في محافظة الفروانية. تابعونا. كما نشاهد مع المشاهدين الكرام، الأرض والشوارع تم تعقيمها ورشها من قبل محافظة الفروانية، الله يعطيهم العافية، نشكرهم ونتمنى أيضا جميع المحافظات تحذو حذو هذه المحافظة. في أمان الله. نستكمل حلقتنا ونتوقف مع هذا الاتصال مع السيد صالح غضنفر، المواطن المتعافي والذي خرج من العناية المركزة مؤخرا. أجر عافية سيد صالح. الله يعافيكم إن شاء الله من كل شر. طمنا عن حالتك الصحية وشنو صار معك بالضبط؟ الحمد لله رب العالمين. أنا مثل عامة الناس كنت مغادر البلد، لما رجعت أخذ الحصر المنزلي، وفي نهايات الأسبوعين اللي قاعد فيهم في البيت حسيت في اختلاف في تنفسي بشكل كبير. راجعت مستشفى جابر، قالوا أنت أصلا وضعك وضع سيء جدا، ومن بعد أنا ما أعرف صراحة شنو صار. قالوا لي إن دخلوني في العناية المركزة لكم يوم، الحمد لله رب العالمين، الله من علي بالشفاء. الحمد لله صحتك تمام الحين؟ الحمد لله رب. عسى الله يديمها يا رب. عطنا نصيحة حابة تبلغها حق الناس المستهينة بهذا المرض. قبل أعطي النصيحة هذه حبيت أقول نقطة مهمة. تفضل. إن أنا لما قعدت في العناية المركزة لاحظت إنه اللي قاعد يديرون العملية الطبية، المنظومة الطبية داخل مستشفى جابر، في غالبهم من الكوادر الوطنية. نعم. طبعا ما نستهين بالأطباء والكوادر الآخر من جنسيات ثانية مختلفة، اللي كلهم بلا استثناء قاعد يقومون بأداء مهمتهم على أكمل وجه. لكن لاحظت أن هناك كوادر وطنية في الصف الأول مثل ما يقولون، هذول يحتاجون إلى عناية ورعاية مهمة جدا من قبل الحكومة. أما بالنسبة إلى الملاحظة المهمة والنصيحة اللي حابين نقدمها، النصيحة اللي نعم. أقل إني أنا أقول النصيحة، إلى الآن أشعر إن الناس مو فاهمين شنو الكورونا أو حجم هذا المرض بالفعل. نعم. كورونا مرض مخادع، يعني احنا بطبعنا ككويتيين طيبين ودائما نقول لا على الله، لا ان شاء الله الامور طيبة، لا كذا، بقدر ما الطرف الثاني اللي هو المرض ما يترك لك يعني لقولت القائل اي فرصة انك تطلع منها. ذاك اليوم أعطي مثال بسيط، ذاك اليوم واحد من الأهل اتصل فيني قال نبي نروح نزور الوالد. قلت له شو تزورون الوالد؟
كان ما يعني احنا طبعنا طبع التوجيب، طبع بالفعل. العلاقات الاجتماعات الاجتماعيه وكذا. قلت له لا سمح الله اذا واحد فيكم مريض اي توجيب هذا انتم سويته؟ انتم سدحتوا ابوكم لا سمح الله. احنا مو فاهمين او مو شاعرين بخطوره هذا المرض. المرض خطير، المرض انا شعرت فيه يلعب باعصاب الانسان، يلعب تفكيره، يلعب بكل شيء في الجسم. فيحتاج الى عنايه خاصه. هالفتره هذه الله سبحانه وتعالى يا جماعه الخير معطيكم عطله، خلاص قعدوا في بيوتكم. بالفعل يعني، واحنا نضم صوتنا لصوتك سيد صالح غضنفر، ما تشوف شر ان شاء الله، عسى الله يشافيك شفاء تاما ويشافي جميع مرضانا، وقلوبنا معاكم والكويت كلها تدعي لكم بالسلامه. مشاهدينا في الكويت بلد الخير، بلد الانسانيه، نماذج تشرف وترفع الراس. البنك الكويتي للطعام له مشاريع الانسانيه ومبادراته التطوعيه في كل الاوقات، واليوم واحنا نعيش هذه الظروف جهوده كبيره واضحه. معنا في الاستديو السيد سالم الحمر مدير عام البنك الكويتي للطعام. قبل ما نبدي خلونا نشوف هذا التقرير. وسط التحديات الجسيمة مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19 في العالم والبلاد، سطرت دولة الكويت بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه نموذجا فريدا في العمل الإنساني لتتبوأ الصدارة في جهود التصدي لهذه الجائحة. فبالتزامن مع الإجراءات الوقائية والاحترازية القوية التي اتخذتها الحكومة الكويتية، تتسابق الجهات الخيرية والإغاثية لتقديم جهودها في هذه الأزمة، ومنها البنك الكويتي للطعام والإغاثة منذ اليوم الأول لتقديم يد العون والدعم للحكومة بشتى قطاعاتها التي تعمل ليلا ونهارا في سبيل سلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار الفيروس، حيث سخر البنك متطوعيه للعمل بجانب وزارة الصحة ضمن الجهود التي تبذل لمكافحة انتشار الفيروس. ولعل أبرز جهوده الخيرية خلال هذه الفترة توفير الوجبات الغذائية لموظفي الدولة ومراجعي منطقة أرض المعارض لإتمام عملية الفحص الطبي للمواطنين والمقيمين القادمين من السفر ضمن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة. جهود بنك الطعام تأتي في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية للمصلحة العامة، واتساقا مع الجهود الوطنية في التوعية بشأن انتشار الفيروس والمساهمة في بث الوعي لتعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة. نرحب بالسيد سالم الحمر مدير عام البنك الكويتي للطعام، مساء الخير ويسعدنا وجودك معنا اليوم. الله يسلمك، مساء النور، ونمسي على مشاهدينا الكرام ومشاهداتنا الكرام، ونرحب فيكم بهالبرنامج، ونقول معاكم ان شاء الله وانتم في بيوتكم مستغرين ان شاء الله، وكويتنا ان شاء الله الى اجمل ان شاء الله. ان شاء الله، وبالفعل احنا معاكم. سيد سالم، يعني ممكن تكلمنا عن جهود البنك الكويتي للطعام في ظل هذه الظروف الاستثنائيه اللي تمر فيها البلاد؟ بحمد الله البنك الكويتي للطعام يعني يمكن مؤسسه يعني انشئت يعني صار لنا عمرنا 4 سنوات، لكن الحمد لله نفتخر بمشاركتنا المجتمعيه بالكويت. الحمد لله في الأزمة هذه أزمة الكورونا الحمد لله لنا مساهمات كبيرة من بداية الأزمة. الحمد لله احنا يدا بيد معاكم كوزارة إعلام مشكورين، ومع أخواننا في وزارة الداخلية وأخواننا اللي بالصف الأول الخط الأحمر كما يسمونهم أخواننا في وزارة الصحة. أكيد بالتأكيد. طبعا في ظل هذه الظروف تبقى الحاجة لحفظ النعمة شيء ضروري، شلون تتواصلون مع الناس يعني في ظل هذه الظروف لجمع الطعام مثل ما نقول؟ احنا البنك الكويتي للطعام يمكن نختلف في اذا بالمسمى الطعام، احنا يمكن نختلف باسم فائض الطعمه. احنا نعمل في يعني ايصال السله الغذائيه للاسر المتعففه داخل الكويت، واحنا يعني وانا اكلمك في الاستوديو الان
اخوان لنا من العاملين ومتطوعين من البنك الطعام قاعد يوزعون سلات غذائيه بمحافظه الجهره. احنا مع معالي السيد محافظ الجهره السيد ناصر فلاح الحجرف مشكورا وبرعايه كريمه من وزاره الشؤون الاجتماعيه، احنا اليوم وزعنا اكثر من 1288 سله غذائيه في مناطق محافظه الجهره كلها. شلون يتم التواصل معهم؟ شلون تتواصلون معهم؟ احنا التواصل معانا سهل، احنا يمكن من بدايه انطلاق البنك الكويتي للطعام التسجيل عندنا الكتروني، وهذه على قولتهم من ابداعات دور الشباب في البنك الكويتي للطعام المؤسسين، ان التسجيل عندنا الكتروني يقدر يقدم اي واحد يبي يطلب مساعده، يبي يتطوع، يبي يعمل من خلال منظومه عمل البنك الكويتي للطعام بجميع جوانب الاعمال عن طريق الموقع الالكتروني كويت فود بانك، يدخل يطلب مساعده، يسجل بياناته كويت فود بانك. نعم. بعدها طبعا عندنا اداره الحالات ممثله في الاداره، عندنا اداره تنقسم اداره الحالات عندنا قسمين، اداره الايتام وكذلك اداره الحالات، كلهم شباب وشابات كويتيين الحمد لله يعملون من خلال هذه المنظومه بدراسه الحاله ثم دراستها ميدانيه ثم يتم المساعدة لهم. ذكرت نقطة المتطوعين. نعم. يعني خلينا نتكلم شوي، يعني في عندكم متطوعين؟ نعم متطوعين الحمد لله كمؤسسين، احنا الحمد لله احنا يفوق العدد 55 متطوع، وبعدين الان في الاوضاع هذه خاصة من خلال الفيروس الكورونا احنا يمكن نختار المتطوع انه يكون مجتاز دورة الاسعافات الاولية وتكون عنده المام في شلون يتعامل مع الحالات المرضية. وفرتوا هذه الدورات؟ احنا طبعا نعم وفرناها باتفاق تعاون مع اخواننا في هيئة الشباب قبل لا تبدا احداث انتشار المرض، مع هيئة الشباب مشكورين متمثلة في رئيس الهيئة حيي ومديرها اخوي عبد الرحمن المطيري وقنابة الكول في اعداد برنامج لاعداد الشباب، لكن من خلال يعني الاوضاع هذه احنا ما يعني قدرنا ان نطبق الدوره هذه، فان شاء الله باذن الله الايام المقبله ان شاء الله نطبقها. طبقنا مع مجموعه يعني من شبابنا في محجر الخيران كذلك الجون كذلك طبعا الكوت في تقديم المساعدات من مياه ومشروبات عن طريق البعد عن البوابه عن طريق يعني تسليم هذه شلون الوقايه؟ شلون تتم الوقايه؟ طبعا لبس جلافز الكمام يعني بعض الاشياء خلينا نقول البسيطه اللي الاحترازيه بعدم اللمس، البعد عن متر عن اخواننا، وان شاء الله راح نطبقها طبعا ان شاء الله في برنامجنا في ان شاء الله في توزيعنا اللي المواد والوجبات في ان شاء الله في مجموعه بسيطه ان شاء الله باتفاقنا ان شاء الله مع اخواننا في هيئه الشباب. مجموعتنا راح تكون في مطار الكويت في استقبال اخواننا ان شاء الله الراجعين من الخارج اخواننا الكويتيين ان شاء الله. لا كلمه أخيرة حابة تقولها بس علشان تداركنا الوقت. احنا نقول عندنا اخواننا طبعا يداركهم الخوف من جانبين، خوف من الفيروس ايضا خوف من عدم وجود السله الغذائيه لهم، اخواننا محتاجين. احنا الان وزعنا اليوم وايضا الحمله مستمره وانطلقنا مع الشيخ فهد وقارئنا الفاضل في حمله ان شاء الله لتوزيع سلات غذائيه وجمع تبرعات. شكرا لكم. سيد سالم الحمر مدير عام البنك الكويتي للطعام، كثر الله خيركم، مشكورين على جهودكم. شكرا لكم. مشاهدينا طبعا حملة تفتيشية لبلدية الكويت في محافظة الفروانية استهدفت عدد من المقاهي المخالفة لقرار الإغلاق واللي أصدره مجلس الوزراء مؤخرا. نتابع معكم هذا التقرير. خير ويا هلا مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام في الفقرة الميدانية. اليوم حملة تفتيش على مقاهي في محافظة الفروانية، ما اقدر اتكلم اكثر من كذي. تابعوا. تم ممنوع هذا، يعني هذا ايضا يعتبر تجمع ممنوع. اثنين وقت تجمع، انا لو ادري انه كان قعدت ببيتي وشيء، بس انا جبت له اكل حارس عندي ينكسر الدريشه هذه ولا تنكسر اتورط. ليش نحش اذا انت مو مسوي شيء مثل ما قال احمد؟ نحش وانا كمان نحش. كلهم يعني كم واحد انتم؟ لا انا شايفه نفسه صاحب الشيشه قال لي روح. لا انت قلت كلهم انحاشوا، اعترفت بنفسك وقدام الناس. انت ايش كثر كم واحد كانوا؟
والله ما يمكن ما 4 أنفار. راح نتخذ إجراء حاليا البلدية إعادة فتح محل مغلق من قبل البلدية، وأيضا مخالفة خطر دائم على الصحة والسلامة. يعني هذا راح ياخذ الصح صحي، هذا أقصى عقوبة راح ناخذ وياه. طبعا العقوبة هذه ما توقف إنه بس مجرد مخالفة، هذه راح نسوي فيها كتاب إلغاء الترخيص التجاري، لأن أنت اليوم دورك أمن قومي، يعني صحة العالم والجمهور والعالم اللي قاعد تراجع هنا، هذا يعني من أحد الأسباب اللي تعتبر عندنا خط أحمر ما فيها مجامل. نعم كلنا للكويت، كلنا بحبك يا وطن، الله يعطيهم العافية. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. مشاهدينا، عشان نطمنكم أكثر على عيالكم والطلبة وعيالنا اللي بالخارج، خلونا نتابعهم بهالفيديو. طالب علي بن حيدر من المملكة المتحدة في ليفربول تحديدا من جامعة جون موريس يونيفرسيتي، حاب اليوم أطمنكم عن أحوالنا وعن أخبارنا في بريطانيا من مع الظروف اللي احنا مرين فيها. حاب أقول لكم أن احنا الكويتيين دائما وأبدا إيد واحدة، وإحنا مستمرين على هذا المبدأ اللي إحنا تعلمنا عليه. وصحيح قاصرتنا وايد أشياء من تعقيمات من كمامات من أسوس، لكن إحنا بالكويت إحنا ككويتيين قمنا وشرينا هذه الأشياء، وقمنا نشتغل تطوع، وقمنا نسوي جروبات، وقمنا نسأل عن جميع الطلبة اللي ناقصة شيء واللي يبي شغلة. إحنا قمنا نوفر له كل هذه الأشياء، حتى الناس اللي مو قادرة تطلع تروح تشتري شغلة إحنا موجودين، وقمنا نوزع لهم هذه الأشياء ونوفر لهم هذه الأشياء. ويعطيكم ألف عافية وما قصرتوا. السلام عليكم، معكم الطالب سلمان فرمن من المملكة المتحدة في ليفربول. حاب أن أوجه رسالة إلى جميع أهالي الطلبة المبتعثين وأقول لهم لا حد يخاف لا حد يحاتي، عيالكم كلهم ملتزمين بإجراءات السلامة والكل قاعد ببيته والمعنويات مرتفعة. إن شاء الله بس ناطرين قرار إجلاء الطلبة علشان نرد الكويت ونستانس بشوفتكم، ترحدنا والهانين عليكم، يعطيكم ألف عافية. مشاهدينا، اليوم الحظر الجزئي يبدي، ومن مسؤوليتنا كمواطنين ومقيمين على هذه الأرض الطيبة إن نحط إيدنا بيد الحكومة الموقرة وانتماثا لقراراتها عشان نعدي هذه المرحلة المصيرية. مثل ما عودتكم كل يوم أختم معاكم حلقتي بنصيحة، لكن اليوم الختام مو عندي، الكلمة مو لنا، الكلمة اليوم لولي أمرنا، الكلمة لأبونا قائد الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ربي حفظه ويطول بعمره. خلونا نسمع شنو قال وما بعد كلمته كلام. ما في حد يقدر يمشي، يعني الحمد لله ما حد يمشي مؤمن من قوة فيها، قوة مدفع ولا دبابة ولا طيارة، قوة أهلها